بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نادي الزمالك ومفاوضات مع بن شرقي، أحداث مثيرة. رابطة النقاد الرياضيين فات وصحيت على تصريح محمد الشناوي، لكن قبل ما نتكلم عن الشناوي ناخد بعض الأخبار سريعة ونستفيض في قصة الشناوي، لأنها يعني لو قعدنا بقى نقعد لسهرات زي سهرات هزازي الرؤوس وخوض الأعراض في الفجر. يعني مفاوضات نادي الزمالك وأشرف بن شرقي، أنباء ومصادر مقربة من أشرف بن شرقي أعلنت على إن في كلام من قبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب ومفاوضات مع وكيله رشيد شقيقه. نادي الزمالك حابب عودة اللاعب اللي بينتهي عقده مع نادي الريان بنهاية هذا الموسم، لكن كان رد وكيله وهو شقيقه رشيد زي ما قلت لحضراتكم ان الامور الماديه هي اللي هتحسم وجهه اللاعب، واللاعب عنده عروض في الخليج. اشرف بن شرقي قدمت عرض مالي افضل من اللي متقدم له هيجي، ما كانش يقعد في حته بقى حد ما تقدروا تدفعوا مهره زي ما بيقولوا. يعني بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب، صداع في دماغ الكاف وفي رأس الكاف بسبب موعد كأس العالم للأندية وتعارض الموعد مع بطولة كأس العالم وأمم أفريقيا. وكان أخطر الكاف الفيفا وجاني أنفانتينو عشان يحدد الموعد المناسب، لكن من خلال الموقف والتنسيق ما بين المغرب وما بين الإخوة في طبعا الصيف هيبقى يعني الأمور والأجواء والكلام ده كله، ولو استنوا الظروف والقارة الأفريقية والبطولات والتوقفات الأمور هتبقى صعبة يعني. لكن زي ما قلت لحضراتكم بيفكروا إنها ممكن تقام في ديسمبر 2025. سننتظر ونرى الكلام النهائي أو القرار النهائي في هذا الأمر. للأسف الشديد محمد الشناوي أصبح مرمى نيران بعض اللعيبة السابقين والصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين، فاقوا فجأة على تصريح طبيعي عادي جدا، على الرغم ان قبل كده صحفي او مديرين فنيين في نادي الزمالك سابوا المؤتمر الصحفي، الكابتنون ساب المؤتمر الصحفي في نادي الزمالك ومشي. مش بس كده، ده كان المترجم بتاعه هو اللي قام قبل كابتنون ما يمشي، ما فيش حد في النطق ولا قال نشجب ولا ندين ولا نتكلم ولا نعمل. لكن اللي يعني يستفزني اكتر لما بنتكلم عن رابطه النقاد الرياضيين الكابتن احمد كشري بيقول لك لا، كان يجب ان الكابتن الشناوي يتحلى بالهدوء والصبر، وخصوصا الصحافه ديت هي اللي عملت اسم زيطه، كله بيزيط يعني. ده كلام الاخ كشري. تعالوا بقى ناخد كلام رابطه النقاد، ده طلعوا بيان يا جماعه. مباراه النادي الاهلي بكره، دول ناس قلبهم على النادي الاهلي والرياضه المصريه، ولا دول ناس عايزين يخربوها ويقعدوا على تلها اكتر ما هي خربانه، ولا دول ناس عايزين يفرحوا في النادي الاهلي؟ بيقول لك بيان الرابطه، بيقول لك ايه، يعلن المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي ادلى به محمد الشناوي حارس النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبه نهائي دوري ابطال افريقيا. فوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الاهلي ردا على الاسئله في المؤتمر الصحفي اليوم، متضمنا كلاما به اساءه بالغه لجموع الصحفيين المصريين والصحافه المصريه بادعائه انها تخلق دائما المشاكل، وما يراه المكتب التنفيذي تجاوزا غير مقبول وفيه نوع من عدم الادب. شفت بيتجاوز في حق محمد، كان محمد شناوي قليل الادب مش مؤدب، وفيه نوع من عدم الادب الذي يتطلب التعامل معه بحزم. وقام المكتب التنفيذي بابلاغ النادي الاهلي رفضا قاطعا لتجاوز احد لاعبيه مع واقع تقديرنا الكامل للمؤسسه الرياضيه بعيدا عن تصرفات شخص بداخلها، ويطالب المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين اداره النادي الاهلي بتصحيح الخطا الفادح الذي وقع فيه لاعبي محمد الشناوي وتعديل تصريحه فورا والاعتذار عما بدر منه والتاكيد على احترام الصحافه المصريه وما تقوم به من دور عظيم، مع تاكيدنا الكامل بدعم النادي في مباراته بنهايه دوري الابطال الافريقي. كما يؤكد المكتب التنفيذي بانه لن يتردد في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه ضد تجاوز الشناوي بالتنسيق مع السيد نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابه.
أسد على الشناوي، نعامة على مرتضى منصور. نرجع بس كده سنة لورا وشوفوا قناة نادي الزمالك كانت بتتعامل إزاي مع الصحفيين. نرجع شوية كده لما مرتضى منصور منع الصحفيين من دخول نادي الزمالك. نرجع شوية كده سنتين ثلاثة أربعة خمسة لما اتكلم الشناوي عن الفولي وعن الخلاف اللي حصل ما بين الشرقاوي والفولي. فين رابطة النقاط؟ فين رابطة النقاط لما مرتضى منصور كان بيتكلم وانت الصحفي الفلاني وانت عملت كذا وانت خدت كذا وانت الصحفي عشان تكتب كذا وانت موقع كذا وانت يا ابو الخطيب وانت يا ابو رصين وانت يا ابو دنين وانت يا ابو زنين وانت يا ابو كرش وانت يا وانت فين؟ كنتوا فين؟ كنتوا فين؟ لما الصحفي ده او معروف وخد كذا وراح كذا وسهر مع كذا واللي كذا فين؟ في وجود صحفيين ونقاد رياضيين لما كان بيتهان الناس ويقول لك ماشي مع فلانه وعلانه وكذا وكذا فين؟ فين النقاد؟ ده انا كل وقت عليا بتكلم مع الناس، فين رابطه النقاد الرياضيين؟ فين المسؤولين الصحفيين؟ المسؤولين عن الصحافه، فين نقابه الصحفيين لما سايبه صحفيين بالطريقه ولا حاجه؟ طب بلاش ده، بلاش الصحفيين اللي منكم. ما هو محمد شناوي لاعب في المؤسسه، ما هو مرتضى منصور كان رئيس مؤسسه رياضيه، كان رئيس نادي. ما سمعناش بيان لوزعي من البيانات اللوزعية دي انتقدوا مرتضى منصور ليه؟ مرتضى منصور يعني محمد الشناوي أجرم وأخطأ أكتر من مرتضى منصور. مرتضى راجل صحفي سأله أنت مارسل صحفي تونسي سأله أنت والصحافة وقالوا لك وعدوا لك والحكاية ومشاكل ومارسل كورة مش عايز تعمله مشاكل بيبقى. قال لك مين اللي قال؟ الصحافة المصرية. قال لك الصحافة المصرية. قال لك لا تعليق، الصحافة المصرية بتصنع المشاكل، لا تعليق. انتصر لا شتم صحفي ولا بهدل صحفي ولا خطف عرض ولا مرمى ولا منع صحفي ولا الكلام ده كله. احنا بنشوف ناس بتتمرمط وبتهين ناس عيانا بيانا وما سمعناش حد تاني. يجي تعملوا اسود على الشناوي، طب كنتوا فين يا اسود مع غيره يعني؟ ها وانتوا نعام دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني، وراجل ما غلطش يعني بسبب مستحقات متاخره. بيراميدز ما تعرفش بيراميدز ماله، هو فين فلوسكم يا اخوانا؟ باتشيكو رافع قضيه علشان مستحقات المتاخره. الاخ تاكيس جونياس متقدم بشكوى الاتحاد المصري عشان ليه حوالي 7 مليون جنيه برضه، لا ده بيراميدز ما بيدفعوش فلوس لما الناس بتمشي. هادرسفيلد اللي اشتروا منه رمضان صبحي، رمضان صبحي ده بيجددوا عقده تاني يعني بقى له 4 سنين مع نادي بيراميدز وفي مستحقات متاخره لهادرسفيلد عند نادي بيراميدز. نادي هادرسفيلد قال لك ما تقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقات لدى ما الناس محترمة، لك لم نفصح عن أي بيانات ولا أرقام ولا أي شيء، لكن احنا نتقدم شكوى للفيفا بسبب مستحقات المتأخرة. ادفعوا الفلوس اللي عليكم. محمد شكري لاعب نادي سيراميكا كليوباترا واللي هيعود للنادي الأهلي مع بداية الموسم بإذن رب العالمين، أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا وسيعود بإذن رب العالمين للقاهرة يوم الأربعاء المقبل. الاجتماع التنسيقي اللي جرى ما بين الاهلي والترجي في وجود ممثلين من الكاف اصفر زي ما قلت حضراتكم، الاهلي هيرتدي زيه التقليدي امام نادي الترجي في النهائي والترجي هيلبس الزي البديل. الناس اللي بتقول لك الزمالك ملوش دعوه وبالتنظيم وكلام ما يرددوش حد او اللي بيرددوا ناس مش فاهمه بس جهله يعني. الكابتن محمود الخطيب زي ما قلت حضراتكم من امبارح والنهارده في بروفات حوالين ازاي الجمهور هيخش ويخش منين وهيكون ايه وازاي المسؤولين هينزلوا لارض الملعب ومين هينزل وتسليم الجوائز كل هذا الكلام يعني بروفات بتتم. المخرج كان موجود النهارده اخوان في جارو البرتغالي اللي هيكون مخرج لمباراه النهائي كان موجود مع مساعدينه بيحطوا الكاميرات عشان الزوايا بتاعت التصوير وكلام ده. الاسطوره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بنفسه مش عضو من اعضاء مجلس النادي الاهلي، لا موجود في استاد القاهره بيتفقد كل كبيره وصغيره خاصه بالترتيبات الخاصه بمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي. رغم ظروفه الصحيه ورغم معاناته موجود وبيتابع مش بس علشان اسم النادي الاهلي، علشان اسم النادي الاهلي واسم مصر والشكل العام لدولة مصر مش شكل مولة سيدك العرياني اللي شفته في نهائي الكونفدرالية. تحية للكابتن محمود الخطيب وكل واحد محترم بيحترم نفسه وبيحترم بلده وبيقوم بمسؤولياته. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.